أنا اسمي فايز من محافظة شمال قطاع غزة فلسطين، مسؤول في اتحاد اللجان العمانية المستقلة. بداية أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى المناضلين في النقابات العمالية والحركات الاجتماعية وكافة الأحرار في العالم الذين يناضلون من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وحقه في تقرير مصيره، ويناضلون على الجانب الآخر أيضا من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي ومارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث قام الاحتلال على مدار ما يقارب السنة بقتل أكثر من 50,000 مواطن وغالبيتهم من النساء والأطفال بادعاء أو بدعوى أنهم إرهابيون. بالعكس، شعب فلسطيني ناضل من أجل حقه في الاستقلال، شعب فلسطيني ناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب أرضه وسلب خيراته، ودولة الاحتلال وقادة الاحتلال هم من يجب أن يحاسبهم التاريخ وتحاكمهم المحاكم الدولية، لأنهم هم مجرمو الحرب، هم قتلة الأطفال في هذا المنزل الذي تم قصفه سابقا، تم قتل 2 من الأطفال لا يتجاوز أعمارهم عن العامان، فبالتالي هم منبع الإرهاب، هم مدارس للإرهاب. بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير هم الذين يخرجون الإرهاب إلى العالم بدعم من أمريكا، أمريكا التي تدعي الديمقراطية وتعمل على من أجل إرساء الديمقراطية في العالم، هي التي تمول وتدعم إسرائيل بالقذائف والصواريخ التي يتم قتل الأطفال فيها، قتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد وأمام مرأة ومسمع العالم. يجب أن يخجل العالم ويقف دقيقة حداد على قتل هؤلاء الأطفال الأبرياء. نحن نتوجه إليكم من أجل وقف هذا العنف، وقف هذا مسلسل الدم، وقف التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ونطالب العالم بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بالاحتلال العسكري ووقف فوري للحرب الدائرة هنا في قطاع غزة، وأيضا نطالب المجتمع الدولي ومن وقعوا على اتفاقية سيداو التي تعمل على حماية النساء. أين النساء الفلسطينيات من اتفاقية سيداو؟ أين الأطفال الفلسطينيين من الاتفاقات الدولية؟ أليسوا هم بشر مثل الآخرين؟ ألا يستحي العالم من أن يرى جثامين الأطفال ملقاة في الشوارع وفي أزقة المنازل المدمرة؟ وأيضا لا يحركون ساكن، بالعكس العالم واقف كله يتفرج علينا ونحن نقتل بدم بارد. نتوجه إليكم أيها المناضلون الأبطال، نتوجه إليكم بالتحية والتقدير، نتوجه إليكم من أجل المزيد من الأنشطة والدعم والنضال من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل حق الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية. أيضا نتمنى منكم الدعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا من أجل الاستمرار والبقاء على قيد الحياة ووقف الحرب، حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. هذا يتطلب المزيد من الضغط على الحكومات المتواطعة مع الأمريكان والإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال ويمارسون الإرهاب على مستوى العالم ويتهمون الآخرين بالإرهاب. نطالب منكم بالضغط على الحكومات بمزيد من الفعاليات والأنشطة، نطالب بمزيد من المقاطعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال على ما ارتكبوا من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هنا في قطاع غزة. أيضا نطالب المجتمع الدولي ونطالبكم أيضا أيها المناضلون من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته في أرضه والمساندة والوقوف إلى جانبه وتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة له من أجل البقاء على قيد الحياة. من هنا نشكركم مرة أخرى وتوجه إليكم بالشكر والتقدير، وتوجه إليكم أيضا بمزيد من النضال من أجل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. عاشت فلسطين حرة، عاش نضال الشعب الفلسطيني، وشكرا لكم.